البيت ظريف عجبني كتير ومناسب لتربية البيبي. وأنا عجبني والله، بس رح يبيعوا بعد ما أنا استأجرته مباشرة وقالوا ما في داعي يطلع منه. رح يخلوني فيه لفترة، أساساً أنا تعودت على التشرد. طيب ما عاد في داعي تتشردي أبداً، رتبي أغراضك فيه وما في داعي تطلعي منه. أصلاً أنا مو حابة إني أطلع منه، النقلة كتير سهلة. شو هاد؟ طابو. طابو شو؟ ما فهمت. هاد طابو البيت، صار لي أسبوع غايب، استنيت لحتى تنتهي الإجراءات، قلت بعمل لك مفاجأة. ما بقدر أعمل هذا الشي بنوب. نازلي اشكريني أحسن، أنا ما بعرف اعتذر بنوب وأنتي ما بتعرفي تتشكري. طالما عم تحاكيني بهالأسلوب إجباري صار لازم تعتذر. تمام بعتذر منك. ماشي، وأنا كتير بتشكرك، بس كمان ما رح أقبله. لا اعتذاري، شوفي أنا ما بعتذر غير مرة بالسنة، فقبلي أحسن. عم أحكي عن البيت. لك أنا ما أخذت البيت لألك أنت، للبيبي، بس يكبر منشوف. تعرف شو؟ ما عم أفهمك، أسبوع لا بتجي ولا بتتصل ولا بتسأل سؤال واحد وبعدها بدك تشتري لي بيت؟ لا البيت للبيبي، شو أنت بدك تجنني يعني؟ إذا كنت حتجني من الفرحة لا تقولي لا. كيفه الجنين؟ بس يحكي بتسأله لإله هو بيقلك. برأيي ممكن تكوني ترجمان لإله. وكيف بقى؟ مثل الحب مثلا، ومثل العشق، ومثل الشوق كمان. ما بيصير نحكي هيك شغلات قدامه، عيب. تعرفي أنا ما فيني خبي شوقي. أنت؟ صح ما فيني أحكي، بس فيني ورجيكي. ممكن تورجيني محبتك مشان الله؟ قلي كيف تكون. بالله ليلنا بيضتين مشان ناكلهم. طلع هذا هو الحب؟ الله، والله أنا كتير جوعان ومن الصبح ماني آكل شي. عن جد أنت جوعان؟ طلعي شفتي ظهر الحزن على وشك، وهيك بينتي لي أنك بتحبيني. طيب وأنا كيف ممكن شوف؟ هيك ممكن تشوفي. أنا كنت بدي ورجيكي كيف، بس خليني أفكر شوي تاني. شكرا كتير عدنان. لا واجبنا. يا عيني يا عيني، شو هالدنيا الحلوة هاي. عم نشتري أحلى بيت بهالبلد وما في ولا همسة، بس كلهم وردتين عيونا ضحكوا مشانهم. هدول الوردات اللي جبت لي اياهم بيسوا الدنيا كلها وما فيها. قلوب كتير كسرتها بحياتي وما عاد يطلع لي معهم، وهلأ اشتريت مشتى الورد. استنى شوي، لمين عم تاخد ورد لغيري؟ قول يلا. لك شو صار بالبيض ولو؟ طيب كم بيضة عامل لك؟ خليهم 3 بيضات. طيب ماشي. نعم يا ران.